كان في اتنين رهبان كل 20 يوم ينزلوا من الدير يبيعوا أعمال إيديهم، إن كان نسخ كتب أو كده أي حاجة من ده، واللي يبيع حاجته بدري يستنى أخوه في مكان معين. فواحد منهم باع الحاجة بتاعته منتظر أخوه عشان يجي، فين الساعة 5 العصر 6 10 12، لقى أخوه جاي كده وبيعيط. بتعيط ليه؟ قال له صراحة أنا وجعت في خطية صعبة. فلقى أخوه ابتسم كده، قال له بتضحك عليا لما بقول لك كده؟ قال له أنا بضحك على نفسي، أنا وجعت في نفس الخطية ومكسوف أقول لك، أنت أحسن مني. طب خلاص يا أخويا يلا نرجع ونسيب الرهبنة. قال له لا، الشيطان مش بيهمه أنه يسقطنا في الخطية، بيهمه أنه يأسنا من مرحم ربنا. مفيش مشكلة أنك عملت خطية، لكن كفاية. القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول كده، ركزوا معي في العبارة الظريفة دي، أن أخطأت لا تزد، أن أخطأت لا تزد. يعني خلاص أنت وقعت في حكاية، ما تقولش كده كده خسرت الحكاية، كده كده باظت، أنا صبحت الصبح النهاردة الأربع نسيت وكلت بيضة، يلا عملوا لنا لحمة نتغدى لحمة. لأ لأ لأ، أن أخطأت لا تزد، كفاية كده كفاية كده. فقال لأخويا يلا نروح الدير وهنكلم رئيس الدير يدينا عقوبة تتناسب مع الخطأ بتاعنا. راحوا الدير، قابلوا رئيس الدير، بعد إذنك احنا عملنا خطية صعبة احنا الاثنين، ادينا تدبير يتناسب مع ده. فبنوا لهم جليتين مفهومش ببان، طاقة كده كل يومين ثلاثة يرمونهم خبزة ناشفة أسف زي الكلاب، هما بيصرخوا ويعيطوا يا رب ارحمنا يا رب انظر إلينا. بعد شهر صوت من السماء، قد غفرت للراهب الذي أخطأ من أجل محبة وستر الراهب الذي لم يخطئ. قال له أنا أخطيت، قال له أنا أخطيت، أنا وحش، قال له أنا وحش منك، عين ساترة. سمحت عن فلانة؟ سمحت يا اختي ده عملت لأ لأ لأ، هو لإلهه قادر أن يقيمه. احنا احيانا بنشوف الخطأ لكن ما نشوفش البكا، بنشوفش الدموع اللي وراه. احيانا ناس بتقع في خطية احنا بنشوفها لكن بنشوفش المرار في الاعترافات اللي بيعترفوها، بنشوفش المرار في بيوتهم والدموع والبكا اللي بيبكوه. احنا شفنا الخطأ وبنحك، اوعى لا، لتكن اعيننا ساترة. ما ربنا ستر عليا، ما نفتكر ستر ربنا، ما انا وانا داخل الكنيسة بقول ايه، انا بكسرة رحمتك، لولا مراحمك انا مش هدخل. ربنا بيغطي خطايانا بمراحمه، فالعدل بيسمح لنا بالدخول. ربنا بيغطي خطايانا بمراحمه فالعدل بيسمح لنا بالدخول، لكن كلنا خطاة، من منكم بلا خطية، من منكم بلا خطية. عين ساترة، عين ساترة.